مسحرات الوطن وجاية عشانكم أقول كلام في حب الوطن ويساند المسؤول وحبص على الإنجازات في بلد معرض وطول وانشد يا سادة وأقول يوماتي وغني سيكا على بياتي من فن الشاعر ومزيكاتي واصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق ماشي بصحر انا بضرب بعيني لا في حارة وبيت أنا قلت بسم الله وعن النبي صليت وفضلت أسبح أنا وأنا ماشي على السبحة واصحى يا نايم يا نايم اصحى سألت على التكلفة قالوا 700 مليار خصص الخدمات الدار وأهل الدار فرحت أنا ودعيت يا رب زدها عمار واكتب لها أشعار بالعمة والفصحى واصحى يا نايم يا نايم اصحى شوف إنجازات البلد اللي في كل مكان وشوفوا رصف الطرق وتناسق البنيان واللي اتعمل في البلد ولا كانش منه زمان في قرية الأبريد للناس ولا مصحى واصحى يا نايم يا وحياة كريمة هتعمل كفة الخدمات في القرية مركز شباب وهتلقى مستشفيات زمن الهمل في العمل ولا وعد وفات وادي صرف صحي ومدارس للعلوم فتحة واصحى يا ناس